لا لا خاف لا على البيض ولا الدجاج كاع ما يخافوا منه الناس، راه موجود الحمد لله. والمغرب كما وجدت الفلاحه ديال الخضره ولا غيره، راه طال البيض والدجاج راه موجود. الاثمنه اللي كاينين دابا هاد الناس وتخلعوا، وسمعت انا بعد الراديوات والصحافه كيهضروا على الغلا ديال البيض وعلاش البيض غلا. البيض غلا كان اصلا كاين واحد النقص ديال الانتاج ديال عام الاول اللي كان كساد خيل، اللي هي البيض كان طبع ب 40 فرانك والدجاجه تعطات فابور. هذا المشكل الاول اللي كان عقيد. كان المشكل الثاني هو ديال البرد اللي كان داز هذه واحد شهر ولا شهر ونص، كان البرد قاصح والدجاجه ناقصه في البيض، نقص تقريبا 40 50 30% ديال الانتاج. ولكن دابا الدجاجه ملي بدا كيسخن الحال غادي تبدا ترجع في البيض، وغادي يرجع البيض، ولا خوف على الاثمنه ديال البيض. الا هو المشكل الواحد اللي كاين دابا الفرق ديال هذا العام مع عام الاخر هو المشكل ديال العلف. العلف ديال هذا العام راه كان ما بين 30 و 40% ديال الزياده ديال العلف. هذه هي راه تتكلف، ملي كنهضروا على 40% ديال الزياده ديال العلف، هي كتعطينا 15 فرانك 15 سنتيم في كل بيضه، كتزاد على حساب الثمن باش كتقام واحد الوقيته. هذا هو المشكل، وانه المواطن ما يخافش من البيض، وانه الناس كيخافوا من البيض باش يكون في رمضان واحد الثمن خيالي، راه ما غاديش يكون الثمن. راه الدجاجه غترجع ان شاء الله لبلاصتها، والدجاجه اخرى راه بدات عند الناس ديال الديماراج، راه غيكون البيض راه غادي يكون الثمن مزيان، وكل شيء غادي يكون بخير على خير ان شاء الله. وكافي عندنا الانتاج كافي، عندنا المشكله الا غا المشكل ديال البيض والدجاج، عمرهم المغاربه ما يخافوا منه، انه الناس كافحين وكيضربوا بديالهم وديال الاملاك باش يوقفوا هذا القطاع هذا.